السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم. الشاب الذي سيقدم على الزواج ولم يحج، بأيهما يبدأ، بالزواج أم بالحج؟ إذا كان عنده مال يتسع للزواج وللحج فإنه يحج في وقت الحج ويتزوج، أما إذا كان ماله لا يتسع إلا لأحدهما، إما للحج وإما للزواج، إن كان يخاف على نفسه من العنت فإنه يقدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه من العنت فإنه يقدم الحج. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.